عميد هذي عديت رندمون كبير برشا اليوم ضيعت برشا فرص لكن البونت اللي به الفايدة جبته أنت وخليت قتلت الماتش خلينا نقول والله الحمد لله صار كل شيء الواحد يثبت روحه جت فرص صحيح جتني فرصة في اللحظة خليتها وكما قلنا يعني الواحد أنا معل عليه عملت وعاونت صحابي بالنجم وفيما ممكن نروح تاني الثقة كله يعني ما كنت مستوى الحمد لله ربي الواحد مازال عنا تو الواحد يخمم في الكوب صح كل شيء نسمع أرواحنا نزلوا ماتشات البطولة نكملوا ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. شنو سر النجاح هذا خاصه بعد تغيير المدرب نقاو الاولمبيك بنفس العزيمه بنفس الروح قاعده تواصل في الاداء نتاعها؟ والله في 5 يمكن نعرف انا كما قلت نفس جوارات نخدم قاعدين نخدم على رواحنا وكل ماتش يعني نشوف فينا نحسن ماتش ماتش صحيح ما جاش معانا من الاول وقمة كانوا جوارات مضروبين الحمد لله تو رجعنا جروب كامله ان شاء الله كما قلت نخدم على رواحنا ونخمم في الماتش. الاولمبيك رجع يخوف في باشا؟ أكيد جدا الأولمبيك يعني مش أنا أني ولدت بتحكي عليها يعني مع فريسك كونس كل تعرف هو عامل سنة عملنا باركور باير وإن شاء الله كما قلت معناتها الواحد تو نخمو فيه نخمو في الكوب إن شاء الله نحطوا ساقينا بالقاعة ونخدموا أرواحنا وإن شاء الله ربي إن شاء الله.